هذه المرة في محافظة أسوان، حيث تم مساء أمس افتتاح المقر الانتخابي بأسوان لحملة السيد عبد الفتاح السيسي المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية بحضور النائب مجدي حسيبو والسيد ياسين عبد الصبور عضو مجلس النواب السابق، حيث إن أبواب المقر مفتوحة أمام الشباب والنساء من أجل الانضمام إلى هذه الحملة، وأن هناك مقرات أخرى للحملة بمراكز إدفو وكومبو ونصر النوبة ودرعو. إلى